لرئيس تحالف القوى الوطنية السابق عبد المجيد المليطة ملفات كبيرة من الفساد التي أشار إليها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في مناسبات سابقة عندما اتهمه بالضغط على الحكومة لتمرير صفقات أسلحة مشبوهة دون الخضوع لأي إجراءات حكومية منضبطة. والسيد عبد المجيد المليطة شان حملة شرسة وأخوه عثمان شان حملة شرسة. لماذا ترى؟ لأنني امتنعت أن نوقع لهم أشياء معينة. مثلا جايبين عقد متاع صفقة متاع صفقة أسلحة مثلا والله. طبعا هي أسلحة. كم كانت القيمة هذا؟ والله لا أنا ما اطرحتش عليه نهائيا للأمانة سيدنا. ولحد الآن يمارسوا في الضغوط ولحد الآن يشكلوا في التحالفات ويجلسوا في عثمان ليقطة عبد المجيد وبعثوا لي أكثر من مرة تعال أنا بجلس معانا تحاول معانا. مليقطة كان قد أسس في فترة سابقة عددا من الميليشيات وقام بدعمها ماديا ليكون أحد المتسبقين في انتشار الفوضى والسلاح، كما استخدم هذه الميليشيات في الابتزاز ولنهب العديد من الممتلكات العامة بمدينة طرابلس عندما كان فيها. الشبهات لا تتوقف عند هذا الحد، بل أكدت مصادر مطلعة أن المليقطة علاقات قوية مع الإرهابي المطلوب على قائمة الإرهاب العربي علي الصلابي أحد أخطر قيادات تنظيم الإخوان. أما أكبر التهم التي وجهت المليقطة هي تواصله بشكل سري مع المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر والذي يمثل مخابرات الغزاة الأتراك. مليقطة وبحسب المراقبين الذين يتابعون مسيرته أكدوا على عمق علاقته مع مشروع الإخوان الإرهابي المدعوم قطريا ليكون أحد أحصنة الطروادة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم بها المناطق التي تحظى بحماية الجيش الوطني وتقع تحت عيون جنوده الساهرة. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.